أيضا من الوجوه التي تبين لنا منزلة الأخلاق كثرة الآيات الواردة في باب الأخلاق. القارئ لكتاب الله المتأمل له يجد كثيرا من الآيات القرآنية تأمر بالجيد من الأخلاق وتنهى عن الرديء والمذموم منها. مثلا نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. يقول الله سبحانه وتعالى أيضا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ويقول سبحانه وتعالى: ولا يأتني أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة المبثوثة في كتاب الله سبحانه وتعالى من أوله إلى آخره. نجد أيضا أن المصطفى صلى الله عليه وسلم يأمر بحسن الخلق أمرا عاما، والأصل في أمره صلى الله عليه وسلم أن يحمل على الوجوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع الحسنة السيئة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. كلمة الناس هنا عامة تشمل المؤمن والكافر والبر والصالح والفاجر إلى غير ذلك من أنواع الناس. وخالق الناس بخلق حسن، كلمة الناس كلمة عامة تشمل كل الناس بالعدل والإنصاف أو باللطف والبر بحسب منزلة هذا الشخص. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر إذن أو يأمرنا إذن بحسن الخلق أمرا عاما.